عسلامة عسلامة عسلامتكم الناس كل شحويلكم، ان شاء الله تبداو في خير ونعمة يا ربي. كيما ريتو في اول فيديو في التيتر، اليوم ان شاء الله باش نشارك معاكم جاتو عيد ميلاد امير ولدي بطريقة سهلة وبسيطة، والنتيجة بنينة بنينة روعة. نودكم ولا نشاهيكم. والباهي في فيديو اليوم ان شاء الله باش نعملو دوزونا، باش نعملو بنفس المكونات جينواس فوا دو، وباش نعملو بنفس المكونات كريم فوا دو، وباش نعملو بنفس المكونات غناش فوا دو. حاسيلو باش نتحصلو في الاخر على زوز جاتوات مزيانين وحلوين، وباش يعجبو ان شاء الله الناس الكل ويفرحو الناس الكل. هذاك علاش ما ترتيوش، يعني ما تفلتوش الفيديو بالكل، وان شاء الله يفيدكم ويعجبكم اكيد. هذاك علاش اليوم باش نعمل ان شاء الله كيما قلت لكم شويه من هكا ومن هكا. بديت بالباز، الباز حب عليها امير ولدي، معناتها باز نتاع جاتو نورمال. هذاك علاش عملت جينواز، جينواز بالكاكاو عاديه، 8 عظم على 8 سكر على 6 فرينه ومغرفتين كاكاو. مزدت كي شاركتها معكم في الفيديو اللي قبل هذا بالضبط. اما بالنسبه للباز نتاعي قلت لكم 8 عظم عليها 8 معناتها فرينه، والا 6 فرينه ومغرفتين كاكاو وعليها 8 سكر. عملتها على 3 بارتيات، معناتها قسمتها على 3. حاولت يعني بثمانية العظام هذوكم نعمل زوز جاتوات، جاتو نورمال وجاتو الولاد، تراوها في اخر الفيديو ان شاء الله. وزينت بنفس الكريمه وحسيت بنفس الجناش بنفس الشوكولاته وكل شيء. حاولت حسيت نعمل بزي الحاجه بنفس المكونات ونفس الجاتو نستغله. كيف ما تراو لهنا حضرت البارتي الاولى، حطيتها في مول 24 سنتيمتر باش ندخلو ان شاء الله للفور 180 درجة مدة 10 دقائق حسيدو، ونخرجو اونتخوطان نحضر المول نتاعي الثاني. بالنسبة للمول الثاني خذيتو أصغر شوية 20 سنتيمتر هكاك حسب التقريب، باش ندخلو زادا كيف كيف فور 180 درجة مدة 10 دقائق ونخرجو إن شاء الله زادا كيف كيف بطريقة سهلة وبسيطة. وبقالي شوية هكا تحيلت عليه، حطيته كيما تراو لهنا في بلاتو فيه شوية زبدة، يعني باش فرشت فيه بابي كويسون كيف كيف فور 180 درجة 10 دقائق. وجيت هنا عندي 500 مليلتر ماسكربون. بالنسبة للماسكربون تنجمو تعوضوه بالطبيعة بالجبن، الجبن يكون حلو بالطبيعة. وزدتو لهنا 200 مليلتر حليب كونسنتري، حليب نسلي بتبيع الماركة اللي تساعدكم انتم، وخلطتهم مع بعض. الكريم هذه مزدت كي شاركتها معكم في التيراميسو وعجبت امير ولدي على الاخر، هذاك علاش قال لي عاود لي منها. وهنا على جنب جبت 500 مليلتر كيما تراو كريم ليكيد، يعني كريمة الخفق لازمها تكون باردة ونطلعوها. ديما نوصي ونعاود، ديما فما ما شاء الله جدد، هذاك علاش يلزمني ديما نعاود ونقول يلزمها تكون باردة من الفريجيدير باش تخدم لكم مليح مليح. فوالا، وخلطت كل شيء مع بعضه كيما ريتو. اما في الفيديو اللي قبل هذا معناتها اللي خدمنا فيه التيراميسو بالكريم هذه، حطيت جيلاتين هنا، ما حطيت جيلاتين، استغنيت عليه خاطر حسيت ما فماش فرق كبير بصراحه، يعني تنجموا تستغنوا عليه. وبالنسبه قلت لكم للماسكربون برشا سالوني قالوا لي بشنو نعوضوه، تنجموا لو تعوضوه كيما قلت لكم بجبن حلو. نجيو هنا للجاتو نتاعنا، نغطيوه بابي كويسون والا بمنديل ونحطوه على جنب وخليوه يبرد، ونجيبو الجينواز نتاعنا ديجا زاد كيف كيف خليوها تبرد. بالطبيعة الجينواز هذه ما تبطاش ياسر على خاطر مش باش نقصوها، نخافو من اللي باش تتقص بالطبيعة على خاطر هذيك تتفتفت، يعني سويعة من زمان هذيا وتبدا حاضرة ما شاء الله كيما تراو فيها. وبالنسبة للجينواز نتاعي انا لهنا باش نسقيها بشوية نسكويك وحليب ملذذ على خاطر نسكويك باش ما يقعدش هكاك عابر كعابر كل شيء في ساعة في ساعة ما يذوب. بالطبيعة تنجم تاخذوا نسكافيه قهوة كحلة اللي يساعدكم انتوما باش تسقيو به الجينواز نتاعكم. وهنا حصرت الجينواز نتاعي كيما تراو بالسيركل هذيك نتاع تشيز كيك باش تجيني خدمة انظف ان شاء الله كل شيء كي نحط الكريم سورتو. وسويتها للماكسيموم كيما نخدمو تشيز كيك بشوية بشوية باش تجينا خدمة نظيفة من داخل. ورشيت كيما تراو لهنا كاكاو مر، بالطبيعة تنجمو تحطو فاكهة، تنجمو تحطو انتوما غلة اللي يساعدكم. ورشيت كيما تراو دي بيبيتو شوكولا وحطيت الطاق لاخر فوق. وبالنسبة حبيت نقولكم
لي جينواز صغرون هذايا تنجموا تحطوا جينواز قد الاخرى يعني قد مش مشكل. غير امير ولدي عجبته الديكوب نتاع التيراميسو اللي خدمناها الجمعه اللي فاتت، معناتها الفيديو اللي قبل هذايا نتاع التيراميسو وكل شيء. هذاك علاش حب واحده من لوطه كبيره واحده صغيره، خذيت بخاطره وعملت كيف ما حبها. فوالا كيما قلت لكم، سينو تنجموا تخدموها انتم جاتو عادي وتنظفوا بالطبيعة جاتو نتاعكم بطريقة سهلة كيما تراو، تستويو بشوي بشوي لين تحصلوا ان شاء الله على حاجة مزيانة كيف من هكاي. نجيو للقناش نتاعنا لهنا، دفيت 200 مليلتر كريم ليكيد كريمة الخفق، والا تاخذوا مثلا 180 مليلتر حليب دفيوه وتصبوه على 200 جرام شوكولات. خذيت شوكولا نوار شوكولا فوندون بشوية بشوية فيسع فيسع بقولة ربي الذوب، المهم تقصوها باش تطوعكم فيسع فيسع معناتها وتذوب لكم. مبقى تو كان توش فينال نتاع الجاتو نتاعنا نتاع الديكوراسيون نتاعنا، وديما توصيوني ورينا كيفاش تنظف الجاتو نتاعك، ورينا كيفاش تزين الجاتو نتاعك. هذاك علاش بناخذ بخاطركم لهنا. وكيما تراو خذيت من الشوكولاته هذيك حطيتها في دبوزه وقاعده نصب فيها بشويه بشويه على الجناب يعني على الكونتور نتاع الجاتو نتاعنا. ونبدأ وندوروا في الشوكولاته نتاعنا باش تهبط لنا حاجه مزيانه كيما تراو هكا بشويه بشويه. تنجموا تاخذوا حتى مغرفره، وسعوا بالكم بشويه بشويه. المهم حبيت نوصيكم كيف تبداو باش تزينوا اي نوع نتاع جاتو، خذوا التليني نتاعها ما تبداوش بالمنظر القدامي باش حتى كان لا قدر الله ما تجيكمش مزيانه معناتها ولا حاجه، هاكا تجي في الشيره التلانيه مش في المنظر القدامي اللي حاجتني بيه. ونكملوا نزينوا الجاتو نتاعنا كيما تراو في الشوكولاته. الشوكولاته راهي ماهيش سخونه سخونه يعني كلي ما بين بين، يعني برشا تسالوني تقولوا لي اخت هبط الشوكولاته سخونه، راهي ما بين بين. سينو كان تعرفوا شوكولاتتكم سخونه وتشيز كيك ولا عندكم كريم هكايه بارده كل شيء، حطوا بيناتهم مغرفه يعني سيلوا الشوكولاته فوق المغرفه وهي فوق الجاتو. ولا فهمتوني ان شاء الله فهمتوني ان شاء الله كل شيء واضح. وخذيت الشوكولاتة اللي حب عليها امير ولدي بالطبيعة، الجاتو هذا بسميه بيرسوناليزي، حطيت له الشوكولاتة كيما قلت لكم اللي حب عليها زينت بها بالطبيعة. انتم تنجموا تزينوا بالطريقة اللي تساعدكم، اما كيما قلت لكم حبيت نشارككم طريقة التزيين متاعي بطلب منكم انتم ديما تقولوا لي ورينا، مع انها راهي ما فيها حتى شيء. حطوا كيك عينكم يزينكم، تبتدوا تغدروا وتحطوا وين يظهر لكم حاسيلو تحطوا، تلقاو بلاصة ناقصة حطوا وما تخافوش. نجيو توا للطبق اللي خليناه دابار، جاي جويد شويه على خاطر كيما قلت لكم الكريم شويه. انتم كان تحبوا تعملوا جاتو رولي، ديجا شاركت معاكم انا برشا مرات جاتو رولي بستة كعبات عظام ديكم ما شاء الله باهي. غير هذايا ثمانيه حاسيلو كيما ريتو قسمتها على 3 بارتي، حطيت فوقها كيما تراو لهنا شوكولاته يعني تعملوا شوكولاته اللي عندكم تختيني، تمسحوها على كبر الجاتو نتاعكم يعني على كبر الفرشة نتاعكم وتحطوا فوقها الكريم. بالنسبة للكريم انا خليت من الكريم اللي حطيتها في الجاتو الاخرى، خليت شوية هكا دابار ومسحتها على الجاتو نتاعي. ولا حاولت نستغل كما قلت لكم الجاتو والكريم والشوكولاتة حصل الكل في زوز جاتوات. بسم الله وتروليو بشوية بشوية بورتون جويدة وما تكسرتش وما تتكسرش بقدرة ربي، كان الباز نتاعكم باهي ومخدومه بالكدا ما يصير لها حتى شيء. فوالا بشويه بشويه وتدوروه وندوروا عليها البابي كويسون هذاك ونخليوها تبرد شويه من زمان يعني جوست الكريم تشد روحها في الفريجيدير، وبعد نخرجوها ونحضروها يعني حاضره للقصان. تنجموا بعد زينوها كيما تحبوا انتم، تنجموا تخليوها هكاك سامبل تعملوا عليها رشه سكر محور، نجموا حسيلو تحطوا عليها شوكولاتة، نجموا كما قلت لكم تحطوا عليها يعني كريم اللي ساعدكم انتم. بالنسبة لي انا كما تراو لهنا صبيت عليها الشوكولاتة اللي ذوبناها مع بعضنا، الجلاش الشوكولا اللي فيه الكريم ليكيد معناتها والشوكولاتة زادة كيف كيف. خذيت منه الجاتو الاخرى وخليت منه لهذه شوية، خليت حسابي حسيلو اوك عملت اليوم دو زونا ما شاء الله.
وبقات توش فينال عندي شوية كما تراو لهنا بيستاش رشيتو عليها شه 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 ما شاء الله نودكم وننشهيكم والله بورتون قلت جويدة يعني وخفت منها وكل شيء وما شاء الله كما تراو فيه وعجبتهم على الاخر على الاخر حاسين نودكم وننشهيكم بالطريقة كما ريتو سيها ما فيها حد شيء يعني تنجموا تعملوها حتى كل يوم غير مناسب وهذه كانت جاتو العيد ميلاد البيرسوناليزي اللي حاسينه متنوشة من الكريمة من الجينواز حاسينه ان شاء الله عجبتكم الطريقة وان شاء الله عجبتكم الفكرة سختو وان شاء الله عجبكم التقديم متاحة ما فيها حد شيء كيما ريتو سهلة وبالنسبة للروسيت تنخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف الروسيت بيان ديتايي مع برشا نصائح على الجينواز ان شاء الله يفيدوكم صندوق الوصف تلقاه وين فمك الفلاش تغرونا جوز تحت الفيديو على يديكم اليمين تنزلوا عليه تلقاه لليان كل ان شاء الله الروابط الكل تدخلوا عليهم تلقاه كل شيء بيان ديتايي ان شاء الله ان شاء الله عجبتكم الفكره وان شاء الله عجبكم الفيديو كان عجبكم ما تنساوش تعملوا بارتاج مع ناسكم وحبايبكم وما تنساوش باش ترحموني على والديا وكان جربتوا الروسيت ما تنساوش زاد باش تبعثوا لي على الباج انستغرام تاعي مرحبا بكم من الناس الكل حاجه تفرحني وتشجعني برشا برشا وقبل ما تمشي وما تنساوش باش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد بقدره ربي تاو معلي كان نقولكم كان على بروشين ان شاء الله في فيديو جديد بقدره ربي